وربك يناديك، هو يناديك ويعدك ويخبرك أنه منك قريب وأنه يجيب دعوتك إذا دعوته وتلهو عنه وأنت غافل عنه. التوفيق، وسل من ربك التوفيق. والتوفيق، التوفيق أن يعلمك ربك ذلك ويرزقك العمل بذاك الذي علمته فتدعو الله. كلما كنت في زعازع، كلما كنت في كذا، كلما أصابتك عضتك الدنيا عضة، رفعت بصرك إلى السماء، ناديت ربك، قرعت بابه، سجدت بين يديه، بكيت، تضرعت، تذللت بين يدي ربك. إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. هذا لا تراني واقفا ببابه، إنما أقرع باب ربي الذي لا يغفل عني ولا يمل كثرة طلبي ولا يسأم إلحاحي. هذا ربي. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن جوده في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. أسأل الله تعالى أن يغنينا بالافتقار إليه والقرع لبابه والنزول في فناء طاعته، والقرع لبابه والنزول في فناء طاعته.